نرجع نحييكم مشاهدينا ونرحب فيكم في مسابقتنا سين جيم، واللي وجه إلى إقامتها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف تنمية وتنويع مصادر الثقافة والمعرفة. أيضا نتوجه بالشكر الجزيل إلى بنك البحرين الوطني على رعايتهم لهذه المسابقة. مثل ما شفتوا الحلقات اللي فاتت كان عندنا 12 فريق تأهلوا، منهم 6 أفرقة فقط. ومعنا في الاستديو اليوم فريقين، راح نشوف من فيهم راح يتأهل للمرحلة التالية. معنا اليوم في الاستديو فريق أبو عبد العزيز، يا هلا ومرحبا فيكم، نرجع نرحب فيكم في الاستديو. ومعنا أيضا فريق أبو محمد، أيضا نرجع نرحب فيكم في الاستديو. قبل ما نبتدي ودي نادرج شوي وأسألكم شلون كانت تحضيراتكم. بنبتدي وياكم فريق أبو عبد العزيز، شلون حضرتوا حق المرحلة هذه؟ صراحة يعني المسابقة اللي راحت أعطتنا شوي فكرة عن المسابقة وخذينا فيها، يمكن تعرفتوا على المراحل وعرفنا وين نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا، فإن شاء الله نحط استراتيجية زينة اليوم. اشتغلتوا على الجولات عدل؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، كل التوفيق لكم. أكيد عائلة أبو محمد عائلة يعني ما شاء الله جبتوا أعلى مجموع نقاط كان في المرحلة الأولى، شلون استعدادكم حق هذه المرحلة؟ والله استعدادنا مثل يعني مثل ما قال عبد العزيز، إيه؟ ان احنا يعني شفنا الاشياء اللي صارت، استعدينا لها، نعرف نقاط القوه عندنا ونقاط الضعف، فاشتغلنا على نقاط الضعف واشتغلنا على المعلومات. حلو، نشوفها من وين تجي. حلو، يعني الفريقين متفقين ان يوميته وتعرفتوا على المسابقه، شفتوا الاليه، شفتوا الجولات. نعم. نوعيه الاسئله، التحديات اعطتكم دافع ان انتم تستعدون حق هذه المرحله الثانيه. أكيد. كل اللي اقدر اقول لكم فريقين استثنائيين في هذه الحلقه، كل التوفيق لكم، وان شاء الله اللي بيتاهل يوصل للنهائي، وممكن ان انتم تاخذون 100,000 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نروح حق اول فقره ان شاء الله. مشاهدينا نروح حق فقره الزهبه. فقره الزهبه خلاص تعرفونها وتعودتوا عليها، دقيقتين على الشاشه، اسئله سريعه، السؤال الصح تضغطون على الزر 10 نقاط، السؤال خطا تنقصون 5 نقاط، يروح حق الفريق الثاني اذا جاوب 5 نقاط. جاهزين؟ الله. سرعه جاهزين. البديهه جاهزه؟ باذن الله. نبتدي؟ يلا نقول بسم الله. في اي شارع كان يقام كرنفال العيد الوطني في الزمن الجميل؟ 16 ديسمبر. 16 ديسمبر اجابه صحيحه. اذكر اسم نادي رياضي في محافظه العاصمه. نادي المنامه. نادي المنامه اجابه صحيحه. بدون التعريف اذكر منطقة واحدة في البحرين بحرف الشين. شهركان. شهركان إجابة صحيحة. أكمل المثل، ما يمدح السوق إلا من ربح فيه. إلا من ربح فيه إجابة صحيحة. شخصية اشتهر فيها الفنان جمعان الريحي. سعدون. سعدون إجابة صحيحة. مجمع متعدد وشامل للقرآن الكريم في البحرين. بيت القرآن. بيت القرآن إجابة صحيحة. سوق يضم المنتجات الزراعية محلية الصنع. الأسهم المنتجة. سوق المزارعين. سوق المزارعين. سوق المزارعين إجابة صحيحة. في أي عام تم افتتاح مركز الجسرة للحرف؟ 1990. إجابة خاطئة. 1991. 1991 إجابة صحيحة. إجابة يعني الخمس نقاط بتروح لكم، تنقصون 5 نقاط. فريق محمد، أين يقع النادي الملكي للجولف؟ في الرفاع. رفاع إجابة صحيحة. من غنى الأغنية الشعبية يلومي يلومي؟ محمد حسن. الفنان الراحل محمد الحسن إجابة صحيحة. كم كانت نتيجة فوز منتخبنا الوطني في نهائي كأس الخليج 24؟ 1-0.
1-0. احد ابرز رجالات البحرين في المجال الرياضي؟ الاجابه مود سلطان. اجابه خاطئه. السؤال يقول: في المجال الرياضي والاعلامي والفني لقب بهرم الرياضه البحرينيه. الشيخ عيسى بن راشد. الشيخ عيسى بن راشد ال خليفه رحمه الله عليه. ما اسم المسلسل البحريني القديم اللي بدايته تقول عيال طالعا؟ ملف الاياويد. ملف الاياويد اجابه صحيحه. وخلص الوقت. الزهبة ما شاء الله فريقين استثنائيين خلص الوقت. الفريق المتقدم في جولة الزهبة عائلة أبو عبد العزيز عندكم 60 نقطة، عائلة أبو محمد عندكم 55 نقطة. الفارق جدا بسيط، 5 نقاط فقط. ما زلنا في الجولة الأولى، وتعرفون طبيعة البرنامج، ما نعرف من الفريق اللي راح يتأهل للمرحلة التالية. مشاهدينا بنطلع فاصل بسيط وراجعين نتواصل معاكم، لا تروحون بعيد. توجيه السمو الشيخ خالد عن النسخة الأولى والثانية، وايد أتحمس وأتشجع وأشارك بطولات حتى خارجية. هاي اللعبة صح قديمة، بس أشكر الشيخ خالد على أنه سوى هالبطولة في البحرين وخلى الناس كلها تشارك وتغير طموحاتها تجاه اللعبة. وقفته وياي غيرت لي حياتي كلها صراحة، من إعداد، من أكل، من أي شيء صراحة. خلتني أشارك بطولات برا. توني راجع من الإمارات، بطولة أقوى رجل الإماراتي حصلت المركز الثاني. الرياضة شيء وايد حلو في الحياة، ما في انسان في الحياه ما عنده طموح. الشيء ما يجي لا سنه ولا سنتين ولا ثلاث، يبي له يعني تعب طويل. الكلام اللي اوجهه للناس صراحه انه لا ييأسون من طموحاتهم، يواصلون في طموحاتهم ويكملون ان شاء الله. نرجع نحييكم مشاهدينا مسابقة سين جيم، ومثل ما شفتوا معانا عائلة أبو عبد العزيز اللي صار في رصيدهم 60 نقطة من أول جولة، وعائلة أبو محمد معاهم 55 نقطة. الفارق جدا بسيط، 5 نقاط بينكم. ما نعرف من الفريق اللي راح يتأهل. أكيد قبل لا نخلص من جولات هذه الحلقة نرجع نرحب بضيوف الشرف اللي معانا من بداية البرنامج ومواصلين معانا لتاريخ 16 اليوم. انتم مدودهيني اليوم، تبون اقول لكم ليش؟ لان الشباب بدوا ينافسوني انا وهيفاء في اللوكات. شفتي شلون؟ شفتي شلون؟ اي والله. سامي رشدان نرحب فيك، ايش هاللوك؟ اليوم شرفان صاير. انا مش انا ويا التسريعه هذه. وداننا كلش، رجعنا صدق الزمن الجميل. الكيرلي وين؟ وين راح؟ ضاع ضاع ضيعوه. تسريعة السبعينات هذه. هذا والله ما ادري اللي شو اسمه الستايلس ايش سوى لي، بس سوى لي شيء زين. اهم شيء انه ما خلص ما عرفت روحي. ها بس ايش رايك اليوم في الحلقه؟ بالعكس الحلقه حماس من البدايه، وهذا متوقعين لان عائله ابو محمد وعائله ابو عبد العزيز ثقافتهم ما شاء الله ما شاء الله، يعني فريقين متنافسين قويين يعني. فانتم متحمسين من الميلس؟ جدا متحمسين لهم، يعني توقعاتنا من فازوا ذيك الحلقه اللي طافت بيتلاقون، قلنا هاي النهائي خطير بيكون بينهم. خسارة يعني نفقد واحد منهم. اي والله حصج خسارة نفقد احد العوائل. هيفاء حسين يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيكم. الليلة صراحة الحلقة نار وشرار. لان احنا يعني قاعدين نتابع الجولة الأولى بس كلنا على أعصابنا. فبالتوفيق للفريقين ان شاء الله. ما عندك اي توقعات؟ ما تحسين في فريق بيفوز؟ لا والله توقعات وايد صعبة، لان ما شاء الله كل واحد يعني كل فريق أقوى من الثاني. ومفاجئيننا مفاجئيننا بسرعة البديهة وسرعة حتى الإجابة يعني. صح كلامك. يا لابس الوردي. هلا والله. يا حي الله أحمد شريف. نورنا اليوم. نورك. نرحب في العوائل المتأهلين ونرحب مشاهدينا
انا صراحه في الميلس قاعد اطالع فقره الذهبه، انا متوتر. يقول لي يلا يا جماعه حياكم الاستديو، قلت لهم زين ما يصير اطالع في التلفزيون بس وضع اليوم دربي يعني غضب، ودربي ما فيه ضحك واستهبال وكوميديا، لا لا اي والله كنا كلنا بنحاول يعني ولا بنحصل ابتسامه منهم اللور يعطونا جي ل100,000 على المحك ان شاء الله ان شاء الله نشوف الابتسامات على طول الحلقه، وان شاء الله نشوف الابتسامات نهايه الحلقه. اكيد راح نخلص جولاتنا مع الفريقين وراح ننتقل حق فقره منه الصح. منه الصح؟ خلاص تعرفونها، كل فريق عنده 3 أسئلة وفيهم 3 خيارات عند ضيوف الشرف، وهما بيحاولون يقنعونكم في 20 ثانية. نبتدي؟ نبتدي نتوكل على الله. عائلة أبو عبد العزيز نبتدي فيكم. سؤالكم يقول في أي عام تم إطلاق برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية؟ نسمع أحمد شريف. أحمد الشريف يقول في عام 1998. خايف تعلل؟ ما بدي أعلق بس 98. نظرة أبو عبد العزيز بروحه نقطع السطر 1998 نقطع السطر هيفاء. أنا أقول 2001 لأنه أتذكر في 2001 في يناير تحديدا أنا كنت والدة بولدي سعد وفي المستشفى سمعت عن اطلاق البرنامج. سامي انا اختلف معاهم اثنينهم، هي في عام 1999 بالتحديد لان بنت ولد عمي كانت متفوقه في ذيك السنه طلع من الاوائل وحصلت احدى المنح هذه. ممكن عائلة عبد العزيز ألفين وواحد. إجابة نهائية. الجواب الصحيح يقول برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية كان في عام 1999. للأسف 2001 إجابة خاطئة. إجابة هيفاء ما كانت إجابة الصحيحة. قالت لنا ولدها ولدها. وأنا والدها. تعاطفنا وياها. بقول مضيلة بس بتولد. أنا على بالي بعد إجابة هيفاء ترى. أنا بعد ويا هيفاء ما كنت كذي ما عندي جواب. يقول لك من الأهل وحصلت. لا بس أنا بعد والدي. ما تقدر على جواب. سؤال عائلة أبو محمد، من هي أول وزيرة في البحرين؟ سامي رشدان. معروفة فائقة الصالح. فائقة الصالح أول وزيرة. محمد بعد تعرف. تفضل عندك علي الحين 10 ثواني. ما يحتاج بعد يعني أول وزيرة يعني حدث مهم هذا ومعروف يعني مو كل يوم يصير يعني. هيفاء. أنا أقول سميرة رجب وقبل صراحة ما أتذكرنا في وزيرة مسكت المنصب ويعني بما انها وزيرة اعلام كانت لنا يعني لقاءات واجتماعات فهذه اللي انا اعرفها يعني هي اول وزيرة. احمد شريف. احمد شريف يقول اول وزيرة في البحرين هي الوزيرة ندى حفاظ وفي سنة 2004 ومسكت وزارة الصحة. اجابتكم كلنا مع احمد. كلكم مع احمد متفقين نعم. بدون ما تتشاورون نعم. الاجابه الصحيحه الدكتوره ندى حفاظ. اجابه صحيحه عائله ابو محمد 20 نقطه في هذا السؤال. نرجع لكم عائله ابو عبد العزيز. شكرا ندى حفاظ مبارك. سؤالكم يقول عاصمه البحرين قبل مدينتي المنامه والمحرق تقع الى الغرب من المنامه ومن اثارها مسجد الخميس. احمد شريف. صبري يا شيخ خلي ما اقرا الجواب صبري. كاتبين لي لازم بعد نبتدي فيك. اوكي المنطقه عاصمه البحرين هذه الله يسلمك عبد العزيز. جبله الحبش حبش جبله حبشي. خلص الوقت يا جماعه ننتقل فاصل. الجواب هو جبله حبشي صح ليلى؟ جبله حبشي. جبله حبشي الله يرضى عليك. قولي الحركات مره ثانيه. هيفاء تفضلي. خلوا فنانين من الجيل التسعينات. يلا تفضلي. كم عمرك انت؟ قبل شويه. كم عمرك؟ بيني وبينك بعدين. اوكي يلا. انا اقول سنابس.
هني ايه سنابس سامحوني. سامي طبعا هذه بلدتي الحبيبة مسقط رأسي والمكان اللي ولدت فيه. أنا ما انولدت في المستشفى، أنا ولدت في البلاد القديم، وهي منطقة البلاد القديم أول عاصمة للبحرين. ما دخل أول عاصمة. ما بعد كلامه كلام. البلاد القديم. البلاد القديم ثبت الإجابة. الإجابة الصحيحة البلاد القديم. إجابة صحيحة 20 نقطة على هذه السؤال. عاد عبد العزيز عاد ما في حماس ما تصحون حد بعض. نرجع لكم عائلة أبو محمد، سؤالكم يقول في أي عام تم افتتاح جسر الملك فهد الذي ربط البحرين بالمملكة العربية السعودية؟ سامي هذه أول رحلة وأحلى رحلة يعني نعبر جسر هالمسافة كانت عام 1990. كذاب يقول لها يبين علي هو يقول لو عارف التاريخ بس. هيفاء شو تقولين؟ انا اقول 1986 لان انا كان عمري 6 سنين وداش يعني توني صف الاول، واتذكر ان سوينا حفله يوم عرفنا ان بنروح السعوديه باليسر. الله يوم بطلت دريشه يوم طلع ذنين. انا بس تشوج قلتي حق احمد ما بقول لك كم عمري حتقولين 86 حتى احمد شريف. ليلى هالفقره ما تحتاج ان يسمعون اجوبتنا، قولوا الجواب يا جماعه خلصونا اذا تعرفون وفروا الوقت يا جماعه. جواب يقول 1988. 86 كلنا مع هيفاء حسين. يا سلام. الافتتاح الرسمي تاريخ 26/11 والافتتاح للعام 29/11/86. ما شاء الله. وانا كذي عقب كلامك يا ابو محمد ما اقدر اقول اي كلام. ما شاء الله. الاجابه صحيحه 20 نقطه عائلة ابو محمد. ما شاء الله. عائلة ابو عبد العزيز سؤالكم يقول في اي عام تم تاسيس مطار البحرين الدولي؟ نسمع من سامي عشان احمد يقرا اجابته. تفضل سامي. يعني هما هل الدير هناك تعرفون 1929 مكتوب يعني تحت المطار تاسس مطار البحرين تاسس 1929 اكيد. هيفاء شو تقولين؟ انا والله اقول 43 1943 وايد بعيد ومو متأكدة من جوابتي. يعني انتوا ضميركم صدقوني ما صدقوني كيفكم. هيفاء هني ويه انا من حاصل الفريق. لا 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 في شيء سوين لنا سحر. احمد شاري ايش تقول؟ انا اقول عام 1937 1937 وكان يسمى بمطار البحرين المائي. صح صح. اوكي صح نعم. خذيت معلومة مال سؤال قبل. حلوة حلوة المعلومات. قمنا نجمج عائلة عبد العزيز. الجواب جواب سامر رشدان. 29 29 1929. الجواب الصحيح هو 1929. بس ممكن انا صح لا انت من تتوقع صح؟ اتوقع انا. انت كم قلت؟ 37. توقعون احمد شريف صح؟ انتوا قلتوا سامي. سامي 29 سامي احمد شريف صح 1937. اي المائي قال لكم صح قال لكم احنا المائي. ما مائي صراحه يعني مطار حق لنج. ما علي ما علي للحين تونا في الجوله الثانيه. نرجع لكم عائله ابو محمد سؤالكم الاخير يقول مدينه بحرينيه من مدن المحرق اسمها يعني الشريط الرملي الذي يظهر في عرض البحر. سامي مدينة بحرينية من مدن المحرق اسمها يعني شريط الرملي يبين انه ما يدري ما يعرف بيخمن يعني معروفة يا جلالي جلالي يا ساكن جلالي. اي على اي اساس يعني هيفاء على اساس حبيبي يا نور العين صوب البحر يا ساكن جلالي. لا لا انا اقول الحد بعدين مكتوب هني شريط الرملي. أنا بعد مكتوب عندي بس كاتبين جلالي شلون يعني شريط الرملي اقرا الأسئلة قبل عرض البحر يعني الحد جلالي شو جلالي يعني في نصك سيتين سيتين نعم الجواب هو سيتين. روح احنا ويا هيفا هذه المرة الحد 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 الإجابة إجابة هيفاء الحد إجابة صحيحة. ودي اخربكم بس ما اقدر ودي اخليكم على اعصابكم ما تعطوني مجال. وبكذي مشاهدينا وصلنا حق ختام فقره منه الصح.
عائلة أبو عبد العزيز معاهم 80 نقطة، وعائلة أبو محمد معاهم 115 نقطة. ما زلنا في بداية الحلقة وما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل. نطلع فاصل بسيط وراجعين نتواصل معاكم، خلكم ويانا. استثمر مع الوطنية اليوم وقد تكون أنت الرابح. متواصلين معاكم مشاهدينا مسابقة سين جيم، ومعانا اليوم في الاستديو عائلة أبو عبد العزيز وفي رصيدهم 80 نقطة، وعائلة أبو محمد في رصيدهم 115 نقطة. ما يحتاج أقول لكم، إحنا يعني جايبينكم نختبر معلوماتكم، بس أنتم قاعدين تختبرون معلوماتنا وياكم. وطبعاً في الجولتين ما شاء الله ما علي أي كلام، ما عليكم أي كلام. بننتقل في هذه الفقرة حق فقرة التحديات، مثل ما تعرفون بنروح حق فقرة ولا كلمة. ولا كلمة، تعرفون قوانين اللعبة، 45 ثانية بيطلع شخص منكم يمثل حق أعضاء الفريق، وإذا عرفتوا الجواب لكم 20 نقطة. هالمرحلة الاختلاف الوحيد إنه في 45 ثانية الإضافية اللي تقدرون تختارون فنان يمثل لكم، إذا ما عرفتوا الجواب الشخص اللي طلع يمثل ممكن إنه هو يمثل مع الفنان، فبيكون عندكم شخصين يمثلون لكم العبارة اللي بتكون موجودة في الكار، بس وقتها بتحصلون فقط 10 نقاط. حلوين؟ والله متفقين؟ أنا ما أشوف الحماس، ما أحس إن أنتم متحمسين، أحس إن أنتم وايد متوترين، فأنك أنا أتوتر. أيوة يلا نبتدي مع عائلة أبو محمد. لكن بس محمد ما يحتاج، ممثل الرسمي للعائلة، ما بسوي خلطة بلطة، لأن أحمد كله يقول لي تعطينهم أشياء صعبة تعطينهم أشياء سهلة، فأنت اختار مثل ما هما. أوكي ما شاء الله عليك ممثل، قول لي أنا جاهز. جاهز تفضل. 45 ثانية. كلمتين. مسلسل بحريني قديم. زين قديم. مرة الزوجة. زوجة الأم. المرأة. البنت. مرأة. نساء. امرأة. بنت. بنات. امرأة. نساء. أنثى. أنثى. ثانية. زين الثانية. و. و. في. 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 ثانية. الأولى. من. 10 ثواني. الأولى. امرأة. 5 ثواني. حرمة. حريم. 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 2-1-0. بس لا لا تقول لي الإجابة ولا اختار لي أحد يمثل وياك. هيفاء. هيفاء. حياة هيفاء. ليش عن دور الزوجة لا؟ شلون أمثلها؟ مو بزوجة. شلون أمثلها؟ يعني تبي تمثل مع هيفاء، تبي تتفقون تسوون شفرات معينة عشان يعرفون الإجابة براحتكم. الحين أنا خمنت. بس خمنتي؟ وي بعيد؟ إنزين يعني إنزين إيه قولي لي بعيد ولا؟ ها؟ أوكي أنا بأشر عليك. إيه؟ بينكم بين بعض لا يسمعونكم. اتفقتوا؟ أوكي. يلا يلا تفضلوا. حرمة. جدمي جدمي هيفاء شوية. زوجة. أخت. بنات. بنت. واحدة هي. امرأة. سيدة. آنسة. آنسة. عانس. لا. إنس. الإنس والجن. ثانية. ثانية. 10 ثواني. راحت.
يلا 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 باقي وقت خمسة. الزوجة؟ الزوجين؟ خلص الوقت. من يبي يقول له؟ محمد ولا هيفاء؟ كل شيء قلته ولا فتاة؟ فتاة. ما قلت فتاة. ما قلنا ما قلنا ما قلنا. فتاة أخرى. فتاة أخرى. ما ما ما. قلت بنات نسمع. ما علي ما علي عائلة. صعب. تونا في بداية. صفوا لكم كل شيء. حتى عبد الله. عبد الله بيمثل. جاهز اليوم عبد الله حق التمثيل. لبس بنطلون اليوم. جاهزة. يلا اختار. أخرى. اوكي سهلة ان شاء الله بيعرفونها ان شاء الله ان شاء الله. يلا وقف هني جدم شوي جدم. يلا قول لي جاهز. تفضل يا عبد الله. اغنيه كلمتين الاولى طير الفير طير الفلا صقر ناسر السما طير البحر اوليه طير الثانيه سايق سيارة دعمة حادث منقار عنده شنو يعني اسم الطير طير الحمام طير الحمام إجابة صحيحة ما شاء الله أقول لك بالشارك لو أقول لكم 10 ثواني 20 نقطة لأن عرفتوها من تمثيل عبد الله في ال 45 ثانية الأولى ها محمد يلا خلاص أنا بعد ما بقول من بيطلع يمثل محمد دخل طير في البريك انت يعني تخيلت الحادث عشان بس ترويني طير يعطيك العافيه اوكي قول لي جاهز 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 تفضل كلمتين اغنيه اغنيه ثانيه الكون قمر قمر الهلال الليل 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 ثاني الليل ثاني الليل الاولى نص الليل قطع الليل غني غني نص الليل ما و... ما الليل يا الليل يا يلا 10 ثواني ثاني الليل خمس قولة قولة 3 ويا الليل مع الليل زيرو لا تقول ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه اختار احد غير هيفاء يمثل وياك لا لا قوم حياك يلا حياك يلا مش قاعد سد قاعد توصل له هداك وردي انت لابس وردي ولا لابس وردي قوم لابس الوردي لابس الوردي قول قول وايد اتفقوا فيما بينكم قبل اذا بتمثلون ويا بعض اوكي هذه سهله ولا صعبه لا لا ان شاء الله ان شاء الله اوكي ان شاء الله قولوا لنا جاهزين جدموا شوي بعد جدم احمد اوكي يلا جاهزين ايوه تفضلوا سرى الليل اوكي الاولى غنيه الاولى ادفع بين الليل عد الليل ضيعت عمل لا 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 تعطيهم الطاقة شلون قطع الليل قص 10 ثواني قف اقطع خمس نص الليل يا ونص اصف الليل اصف الليل اصف الليل خلص الوقت ما اعرف لا ما اعرف الجواب غلط خلص الوقت قال شنو قال؟ قال انصاف الليل انصاف الليل وقال نص الليل قال نص الليل كلمة يعني يعني هي نصايف الليل نصايف مسكين ما يقصص في يدك يا زلمه طبخنا وايد ما تم شيء وسوينا ما عليه للحين باقي لكم بعد واحده ها حياك عبد الله يلا شلون؟ عاد اوف شنو ذي؟ شنو ذي؟ يعني قريت انت الكلمة؟ عرفتها؟ هذه اوكي بس ها
اوكي الثانية انا اعرفها بس الاولى. ايه هاي عادي شلون تشرحها هاي يعني يا ريت اقدر اساعدكم والله. مالك مالك لا تتوتر اوكي. ها قول جاهز. جاهز جاهز تفضل. يلا مسرحية كلمتين الثانية بيوت فرجان الأولى فريج فريج واحد الفريج إيه الثانية الفريج الأولى إيه إنزين اسم شخص يعني قناص صياد الفريج رامي هاني شنو رماية قناص ريم عشرة اسم رامي خمسة. على نفس الوزن يعني ثلاثة اثنين واحد صفر. عبد الله شنو تعال هني ثاني شنو فريج اختار من يمثل سامي سامي يلا احنا عشان اخضر ويا اخضر زين الوردي مع الوردي الاخضر مع الاخضر بس احنا هاللون اكو يسوي كذي وش دي هذه لها تفسير في البيت شلون اوكي ما في بينكم شفرات معينه عشان متمثله اولي هذا هو الثانيه صادوها بس اولي فكر بصوت عالي في اذونه اذا تبي شلون الاخضر واحد يتبعد هذا جرجير شلون ما ادري اذا بيمشي نفس الوردي ولا ما بيمشي ما ادري اسم بحرف راء وشنو ما تفضل شيء جريب ايش بينكم ناخذ بريك تناقشون جاهزين؟ لا جدم شوية سامي يلا تعال عبد الله اوكي اي اوكي تمام يلا مسرحية كلمتين بحرينية اي اوكي الثانية الفريج عرفناها الأولى واحد يغني كاتب شاعر شاعر قديم مو بحريني أمين اسم اسم أمين شوقي شنو رامي اسم أجنبي رامي ورامي روميو روميو الفريد إجابة صحيحة الله عليك فعلا ما شاء الله عليك هاي الشفرات تعلمت عليها في البيت قبل الجولة الأولى ضروري تعلموني يا الله عليك شو صدها لأن قال لي رامي على نفس الوزن يعني أجنبي والله حلوة وايد عجبتني فنان عبد الله يلا حياك محمد من شر خضر أبشرك أحمد شريف دربنا خضر عيال الوردي ويش فيه؟ اوكي خليها هني خذ نفس قولي جاهز 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 تفضل سلسل بحريني كلمتين كلمتين بحريني اوكي وانا صغار عائلة اولاد الاولى الاولى على الثاني تدرج نكبر عيد ميلاد جمعة ميلاد عشرة جمعة طفي خمسة قلب ثلاثة خلص الوقت محمد من بيمثل وياك؟ وردي مو مشي معك صديقي. جرب ان شاء الله متفائل فيك. والله؟ ايه متفائل فيك. ايه قوم قوم. يلا احمد شريف يلا. ايه نبي حماس. انت ليش تنادي اذا تبي مبادل انا وين؟ لا اوكي اوكي يلا بسم الله. يلا. اوكي. جدم جدم. شنو صوت اهلها الحين؟ صوت واحد. ولا شيء. اوكي. اتفقا واحد يمثل كذي واحد يمثل كذي. اوكي يلا. يلا جدم جدم. احسن لي اذا تروح يمه هناك على الاعتبار. ايوه عشان تكونوا في نفس الصف. جدم شويه مع محمد. يلا. جاهزين؟ تفضلوا. مسلسل. كلمتين. كلمتين. الأولى. الأولى. بعد. بعد. تالي. تالي العمر. تالي العمر إجابة صحيحة. يا سلام عليكم يا ربي انا اللي قمت اتوتر مع الفريقين خيرا تعبت بحلقه ما فوز فريق انا يا عبد الله حطي لي فارس الاسبوع مش حطي لي يلا
صاحب الظل الطويل. جاهز؟ جاهز. تفضل. فيلم كلمة واحدة. زين. شنو ذي؟ سور؟ سور؟ حاجز؟ الحاجز؟ الحاجز إجابة صحيحة فعلاً لعائلة عبد العزيز، ما شاء الله عليكم. لا منافسة حلوة. ما شاء الله ما شاء الله، صدق تدركتوا من عقب أول جولة وياين مستعدين. عائلة أبو محمد أول جولة، مرة أول مرحلة. كنتوا وايد وايد أشطر في هذه اللعبة، بس للحين ما نعرف من العائلة اللي راح تفوز وتتأهل في هذه الحلقة. عائلة أبو عبد العزيز صار عندهم 130 نقطة، عائلة أبو محمد 125 نقطة. ما زلنا بينكم 5 نقاط فرق فقط. فللحين ما نعرف من العائلة اللي بتفوز. مشاهدينا بنطلع فاصل بسيط وراجعين، لا تروحون بعيد. أجمل شيء كان في المسابقة هو كمية الاحتفاء اللي حصلتها من الأصدقاء ومن العائلة. حصلت على المركز الأول في جائزة الشيخ خالد لروائيين الشباب على مستوى الخليج. ممتنة وسعيدة أن في توجه إلى الاهتمام بالطاقة الشابة الأدبية. الشيء الرئيسي اللي أثرت فيه الجائزة هو زرع فكرة النشر في ذهني، أنه يمكن النسخة الثانية اللي ميزها عن النسخة الأولى كمية الاهتمام، سواء في التنظيم أو في التغطية الإعلامية أو في اختيار المكان أو في الحضور والضيوف اللي كانوا موجودين في المسابقة. حالياً أشتغل على سيناريو فيلم طويل وأشتغل على كتاب ثاني عن تجربتي في الجامعة. اهتمامنا اليوم بالثقافة وبالفنون ضرورة، فلذلك مهم أن احنا نواصل هذا الإرث، ما نخليه ينقطع، لأنه هو المقياس الحقيقي لمدى تطورنا. متواصلين معاكم مشاهدينا مسابقات سين جيم، ومعانا في الاستديو عائلة أبو عبد العزيز في رصيدهم 130 نقطة، وعائلة أبو محمد في رصيدهم 125 نقطة، الفرق 5 نقاط. وللحين باقي لنا جولتين في هذه الحلقة وما نعرف من اللي بيفوز. متوترين كلنا، انتم متوترين وانا متوترة والضيوف متوترين والكنترول متوتر، الكل متوتر. طبعا اكيد راح يكون عندنا جولتين متبقيين في هذه الحلقه. الجوله التاليه جوله الصح والغلط. صح وغلط اتوقع سهله بالنسبه لكم، صح؟ صح ولا غلط؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا سؤالين فريق عبد العزيز، سؤالين فريق محمد. الأجوبة بتكون عند ضيوف الشرف، تقولون صح ولا غلط، 20 نقطة. اتفقنا؟ يلا يا عائلة أبو عبد العزيز، سؤالكم يقول: جزيرة تقع في خليج توبلي شرق جزيرة البحرين، من بيجاوب عنكم السؤال؟ هيفاء. الإجابة عند من؟ تبي هيفاء؟ هيفاء. هيفاء. جزيرة النبيه صالح. إجابة صحيحة أم خاطئة؟ صح. إجابة صح. الجزيرة اسمها تار لك أبو العزيز، ركز على هيفاء. خلي يستفيدوا من هيفاء. ليش انت كان عندك الإجابة الصحيحة؟ طبعا مكتوب عندي هيفاء داشة، مو بعرف السؤال ألفت. الجزيرة اسمها جزيرة النبي صالح. إجابة صحيحة، 20 نقطة. عائلة عبد العزيز ايش فيك أحمد؟ وترهم شوية هاي. فعلا أنت ما أدري ايش فيك. لا لا بالعكس، مليون عائلة هني تحطيهم كلهم. اللي على يمينك، على يمينك ولا على يسارك؟ على يسارك. على يسارك دائما نحط دوبك ودوبهم. لا لا مع الكل اوكي. عائلة ابو محمد سؤالكم يقول: من مقدم برنامج شارك واربح؟ من بيجاوب عنكم السؤال؟ سامي. شارك واربح؟ ما تعرفونه من؟ لا اكدي؟ عبد الله ملك.
تذكرون شارك وربح؟ تذكره؟ من كان يقدمه؟ محمد عبد الله ملك؟ صح؟ صح. إجابة صحيحة؟ الإجابة تقول شارك وربح برنامج مسابقات كان يقدمه أنور أحمد. فكر وربح. صح كانت عبد الله ملك. شارك وربح كان أنور أحمد الإعلامي والفنان أنور أحمد. نرجع لكم عائلة أبو عبد العزيز، سؤالكم يقول من هو لاعب كرة اليد البحريني اللي كان كابتن للمنتخب ولعب كمحترف في عدد من الأندية الخليجية؟ بما أن أحمد اليوم حط دوبه ودوبنا فنبيه وإجابه. دوامك حط دوبك ودوبهم، يلا انفعهم، يلا تأخذ على جوابي عاد. خلاص قول أنت. سعيد يوها. خلاص بعد أعطينا كلمة يعني. حط دوبه ودوبكم وبتمشون وياه. شو نسوي بعد؟ أوكي خلاص كلامه صح. على الإجابة صح؟ إن شاء الله. الإجابة مبتسم. الإجابة بس فيها يعني صحيحة بعد. صحيحة الإجابة صحيحة. الكابتن سعيد جوهر إجابة صحيحة. 20 نقطة عائلة عبد العزيز، عائلة أبو محمد. سؤالكم يقول ركزوا، آخر سؤال في هذه الفقرة، في أي عام تأسس مجلس التعاون الخليجي؟ من بيجاوب؟ هيفا نبيه شارك عنه. هيفا 1981. صحيح. طيب. إجابة صحيحة بدون ما تتشاورون؟ لا ما يحتاج. ما يحتاج؟ واضغي بالإجابة؟ إن شاء الله. شا الثقة هيفاء؟ هي عشان بس تعرفين شلون؟ تأثير العنصر النسائي قوي. وهم بعد في التواريخ قوي ما شاء الله. 1981 إجابة صحيحة. عائلة أبو محمد شلون 20 نقطة. وبشذي انتهت جولة صح وخطأ. عائلة أبو عبد العزيز في رصيدكم 170 نقطة، عائلة أبو محمد في رصيدكم 145 نقطة. جاهزين حق اللحظة الحاسمة؟ آخر جولة؟ إن شاء الله. نروح لها؟ إن شاء الله. متدربين؟ إن شاء الله. تتذكرون الزمن الجميل بطريقة حلوة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بنروح حق عرفتوا اللحن. عرفتوا اللحن؟ بتسمعون 6 ألحان في الاستديو من الفنانين اللي موجودين معانا. 20 نقطة على الإجابة الصحيحة، 10 نقاط تخسرونها على الإجابة الغلط. يروح السؤال حق الفريق الثاني، وإذا عرفوا الإجابة لهم 10 نقاط. نبتدي؟ أحمد شريف. هلا والله. شو بتسمعنا اليوم؟ أسمعكم أغنية جميلة ألحانها لطيفة. جاهزين؟ تقول الأغنية لحن يقول لحن يقول تذكر شو يقول انت؟ بروح انا اسلح. اوكي يلا. لا 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 بحريني. ايوه كمل. بحريني حلوه كلمته، حلوه لهجته. بحريني حلوه لهجته، فديته البحريني. واللي مثل فيها احمد شريف اجابه صحيحه لكم 20 نقطه. نسمع من هيفاء. الله يعينكم. تبغى خربطكم ما بقول سيدي فديته البحر. يا مجنون. أصالة إجابة صحيحة. عائلة أبو محمد. سامي هلا. شو بتسمعنا؟ سمعهم راجع مواعين. توني بقول لك شنو الآلة اليوم، صدمتني. تفضل. الله يعينكم. نبيل الشعيل.
ابو محمد صادني في غرامه ما شاء الله عرفت التصفير وانا كنت بقول سامي صعب صعب سامي غير يلا نسمع مره ثانيه احمد شريف ليش يبي يختم يعني شنو صار بسرعه لازم ها بسرعه دي لحن سريع يعني نطوف عليكم بسرعه اوكي سهل شكله لويا 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 اجابه صحيحه عائلك بعد عبد العزيز صفقوا حق روحكم عادي المفروض الفريق الثاني على اقصامي نبي اخر لحن خلاص خلاص ما بقى شيء هيفاء ري را را ري را را ري را البيت العود يا سلام عليك البيت العود البيت العود ما لك شريط سامي آخر لحن بنسمعه في حلقة اليوم واللي بيحدد مصير العائلة اللي بتتأهل للمرحلة الجاية يلا تفضل سامي صراحة يعني لحظة مش أقول يلا ببدي ها حبيبي نور العين حبيبي نور العين يا سلام اتكرم على كل الأغاني وبكذي مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع عائلة أبو عبد العزيز وتأهلهم للمرحلة التالية ب 250 نقطة ألف مبروك عائلة أبو عبد العزيز تأهلتم للمرحلة الجاية المرحلة الثالثة شنو حابين تقولون بنسمع من من العيال يطالعونك أبو عبد العزيز والله يعني حلقة اليوم كانت وايد شديدة ومتوترة. متوترين فيها؟ مو بس حتى أنت وجامعة. متوترين لكم ترى كلنا خايفين عليكم. زين. مشاركتكم. يعني نشكركم على المشاركة هذه ونشكر أبو محمد وعياله. أكيد. إن شاء الله توفقوا إن شاء الله في. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله لكم شانس إن شاء الله. أكيد إحنا راح نشوفكم في المرحلة الجاية عائلة أبو عبد العزيز نرجع نقول لكم ألف ألف مبروك عائلة أبو محمد شنو صار الجولة الأولى ما شاء الله عليكم كنتوا أعلى. نقاط يمكن حسدناكم تروالي حسدناهم وأنا أقول خسارة حق البرنامج والله يمكن يعني توفيق في اختيارنا كالأفلام فشوي صعبة يعني حتى الممثلين بعض يعني ما أقدر حتى يوصل المعلومة مرحلة كل ما تروح مرحلة على طول اختارك وأرضي اليوم وياك مشاركتكم كانت جدا ثرية للبرنامج معلوماتكم حلوة ويعني سعدنا بلقائكم في هذا البرنامج الصراحة ونتمنى لكم التوفيق وبشذي مشاهدينا نرجع نبارك حق عائلة أبو عبد العزيز تأهلهم ونختم حلقة اليوم ونقول لكم نلقاكم باكر بإذن الله مسابقة سين جيم مع السلامة براسه ركز يعني انا قلت لكم منطقيا انت معتمده على من يجاوب اول شيء صار لها تقريبا اربع مرات تقرا المعوذات خرج ولم يعد خرج ولم يعد اجابه صحيحه فعلا ثلاث مرات يا ابو ناصر الله ينظر يقولون عنب موز كيلو موز يوم امي يبونها انا شهت على الحد حول العالم حول العالم اجابه صحيحه حطك ماشي جورج والسوف أي والسوف الأماكن كلها مشتاقة لك سينو جيم رح نرجع بالزمن ورا والماضي رح نتذكره نتسابق بأحلى زمن نتسابق بأحلى زمن والمكسب شوفتكم ترى رح نرجع بالزمن ورا والماضي رح نتذكره نتسابق بأحلى زمن نتسابق بأحلى زمن والمكسب شوفتكم ترى Thank you.
See you.